صباح الخير مشاهدينا الاعزاء، برحب بحضراتكم واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج شباب على الهواء. بمناسبه ان احنا في نصف في العام الدراسي والاجازه الدراسيه، احب اقول لحضراتكم كل سنه وانتم بالصحه والسعاده، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اجازه سعيده وايام جميله بامر الله. بمناسبه ان احنا في نصف العام الدراسي، اطفالنا ما بيبقاش في عندهم وقت غير وقت فراغ كبير جدا وطاقة كبيرة جدا بيطلعوها ما بيستخدموهاش غير في الموبايل. خلوني الأول أرحب بزمايلي شيماء وحنان. أهلا بك يا شيماء. أهلا بك يا حنان. أهلا بك يا ندى، وأهلا بالسادة المشاهدين. فقرتنا النهاردة فقرة توعية. فقرتنا النهاردة اسمها أطفالنا والسوشال ميديا، وإحنا بنخص فيها الأطفال تحديدا من سن سنة ونص لسن 11 سنة. حضرتك وحضرتك هتقولي لي سن سنة ونص الطفل بيمسك الموبايل، هقول لحضرتك أيوة البيبي بيشابي على الموبايل، وحضرتك بكل سهولة بتديله الموبايل وما بتبقيش عارفة إيه إيجابيات وإيه سلبيات الموبايل على الطفل. إيه رأيك يا شيماء وجهة نظرك في الموضوع ده؟ بصي، هو أنت كلامك صح جدا يا ندى وأنا معاكي، ولازم يكون الطفل طول ما هو ماسك الموبايل يكون فيه رقابة، حد أكبر منه سنا يكون قاعد جنبه. سي مثلا جه مثلا إعلان قدامه حاجة وحشة، اللي هو يكون السن الكبير قاعد جنبه اللي هو يتخطاه واللي هو يعديها. ومش معنى اللي أنا إيه أخلي اللي هو أنا هريح دماغي من ابني أو بنتي بالزبط. اللي هو أنا إيه هديله الموبايل واقول له ابعد واتفرج، طب ما هو كده هيجيله اصلا اللي هو فكره اللي هو هيبقى متوحد فيما بعد، فاللي هو لازم ان احنا نصاحب اولادنا ونخلي بالنا منهم. واصلا في اللي هو الطبيعي لازم الطفل يكون هو ليه وقت معين في اليوم اللي هو يمسك فيه الموبايل، يا اما ساعه يا اما حد اقصى خالص ساعه ونص. تمام، مش اكتر من كده. ايه رايك يا حنان؟ بصي، عن زي السوشيال ميديا في حاجه حلوه في حاجه مش حلوه، طبيعي في سلبيات وفي ايجابيات بالظبط. بس انا شايفه برضو اللي هو ليه ايجابيات كتيره جدا. وانت تقولي الطفل بيمسك التليفون سبب كبير جدا اللي هو عشان مفيش رعايه، طبيعي لو مامته معاه هتراعيه، هتقول له اللي هو لا ما تمسكش بالظبط، وهتقول له لا ما تمسكش التليفون لوقت طويل زي كده. بس برضو احنا لو استخدمنا السوشيال ميديا في حاجه كويسه، اللي هو احنا ممكن نستخدم السوشيال ميديا اللي هو نعمل البرنامج على النت، ونعمل توعيه لافراد المجتمع وازاي نستغل، ونعمل ازاي نستغلهم وازاي نلهم تربيه الاطفال بالظبط. كمان في بايدك جدا، وكمان في برامج بتقدري تتحكمي في طفلك بيتفرج على ايه، وتقدري كمان تتحكمي فيه يقعد وقت قد ايه على الموبايل. يا ريت احنا ننزل التطبيقات ديت وناخد بالنا من اولادنا في النقطه دي. ايه رايك يا شيماء؟ كلامك طبعا مظبوط يا ندى، وبرده انا برده عندي فكره تانية. يعني انا من وجهه نظري ان انا ليه اصلا اخلي الطفل اللي هو سنه ونص او مثلا السنتين اللي هو يمسك الموبايل؟ لا، ده هو انا هبدا بقى اللي هو ايه اكتشف الموهبه اللي عنده وايه ادوس عليها وانا المها له، اللي هو سي مثلا بيحب الكوره، بيحب السباحه، بيحب اي مثلا اي موهبه هو بيقدمها، اللي هو انا اشتغل عليها بالزبط. اللي هو بيكبر وهيكبر عليها، مش اللي هو بيكبر على السوشيال ميديا وعلى الموبايل وهكذا. تمام، احاول اوعي اطفالي مثلا اخليه يقعد مع اولاد خالته، اولاد عمته، يقعد مع الاقارب، يبقى ليه اصحاب، لانه عشان ما يوصلش لمرحله التوحد وبعدين بقى ارجع انا اروح للدكتور النفساني وابقى دايخه بابني ومش عارفه هو عنده ايه. هو الولد مش عايز اي حاجه في الحياه غير ان هو ماسك الموبايل. وعلى فكره يا ندى، انا حصل برضو بالزبط. قدامي موقف واحده كانت هي طول وقتها في الشغل وسايبه عيالها، اصبح الولد كبر بقت هي ولا حافظاه ولا عارفه هو بيحب ايه وبيكره ايه، ولا حتى حافظاه خالص. بالظبط كده، بيبقى في تباعد، ولا الام حافظه الولد ولا الولد بس انا عايزه اقول لك حنيه الام. عايزه اقول لك الحاجه، السوشيال ميديا مش سبب في التوحد خالص، اللي هو السوشيال ميديا بنقربنا من بعض جدا. السبب في التوحد للاطفال، الطفل ما بيبقاش ما فيش حاجه قدامه غير ان هو ماسك الموبايل. طب اقول لك على بسبب اطفال، طب ممكن يكون متواصل مع اصدقائه. وللكبار على فكره، بس احنا الكبار لا، احنا بره الفقره بتاعتنا، احنا فقرتنا عن الاطفال من سن سنه ونص لسن 11 سنه. تمام. بصي، هي حنان بتقول لك اللي هو يتواصل مع اصدقائه، ازاي سن سنه ونص هيتواصل مع اصدقائه ازاي؟ ده يعني ده هو كل حاجه بقى بيعملها الولد بيدخل على العاب الكترونيه، وبتبقى ألعاب عنف زي مثلا المصارعة والمسدسات والعربيات وهكذا. حتى هو بيتعلم العنف مع أخواته، يعني بيقعد يمثل الكلام ده مع أخواته، مع أولاد خالته لما يتقابل مع حد.
ايوه بالظبط كده، عندك عنف فده غلط كبير جدا يعني. بالظبط كده، علشان انا دايما بقول اولا واخيرا وثالثا اللي هو لازم يكون في رقابه علشان الطفل يطلع كويس ويطلع شايف حاجه اللي هو كويسه. سي مثلا اللي هو ممكن يتفرج على اللي هي البرامج التعليميه والترندات اللي طالعه مثلا جديده دي. بالظبط، لا الترندات ممكن دي ممكن يأثر عليه. بالظبط، دي تأثر عليه اللي هي مامته ممكن سابها تتفرج على الترند ده. ممكن الالفاظ كهو صغير، اعلانات زي ما انت كنت بتقولي، اعلانات ممكن يشوف حاجه خارجه. بالظبط، تتفرج على حاجات مش من سنه اساسا. بالظبط، وكمان اتفق مع رايك لما انت كنت بتقولي هي كانت بتقول تمارس الطفل الهويه بتاعته، وانت بتقولي اللي هو مع قرايبه وعيلته بتشغليه بوقته احسن كتير. يروح النادي، يروح الحديقه، يلعب كوره، يلعب سباحه، يلعب. بس انا بقى من وجهه نظري ان انا بطلب من كل ام اللي هي تقعد مع ابنها واللي هي تحتويه واللي هي تحافظ عليه، واللي هو مش انا علشان اريح دماغي لا انا هديك الموبايل وامشي. طب ما ممكن وانت بتعملي اي حاجه في البيت تخلي جنبك، لعبي، اتكلمي معاه، بحيث الولد هيكون نشط وهو هيكون حابب يقعد معاكي وهيكون حبك اكتر. وحتى لو انا همنعه عن الكلام ده بلاش العنف. هي عندها حق على فكره، ما ينفعش امنعه بالعنف. بالزبط. على فكره لانه هيعند معايا اللي هو بالعنف هيعند معايا. وهي عندها حق، يعني مثلا مامته مش مراعيه عشان هي بتشتغل، طب ممكن تسوق المنتجات بتاعتها على الانترنت. وسي على فكره هيبقى في زوايد ليها، الشركه هتخش لها ارباح كويسه جدا. وسيبك من اللي هو الانترنت، في مثلا واحده شغاله وهي مجبره تنزل تشتغل عادي، هتبقى موفره وقت ما بين شغلها وما بين اطفالها وما بين البيت. عندك حق، ولو ما عرفتش توفر ما بين الشغل وما بين البيت لازم تختار طبيعي البيت لاولادها هيسببوا في اسباب كده. برضو ارجع واقول لكم تاني، احنا خرجنا بره الفقره بتاعتنا، احنا فقرتنا اطفالنا والسوشيال ميديا واستخدام اطفالنا للموبايل سن سنه ونص لسن 11 سنه. مالناش دعوه بالام دلوقتي. تمام، الام بقى تعمل ايه عشان حضرتك يعني تقدري تحتوي الموقف وتقدري تراعي ابنك في النقطه ديت؟ بلاش ان هو يقعد على الموبايل وقت طويل، في اماكن يبقى ممنوع فيها الموبايل، ممنوع الموبايل في اوضه النوم، ممنوع الموبايل على السفره، ممنوع الموبايل وانا راكبه العربيه، ولو انا مش راكبه عربيه ممنوع الموبايل اللي رايحه مشوار مع اولادها واخده اولادها في ايديها، فممنوع ابني يبقى مأثر عليا ويمسك الموبايل. وبرده ما تمنعيهوش بالعنف عشان ما يبقاش في عند ما بينكم والولد يبقى مصر هو يعمل ده، لا احتوي ابنائي. عندك حق، وبالظبط مش لازم تقول له انا جايبه لك الحاجه دي فانت لو ما سمعتش كلامي هاخد منك التليفون. كانت حساسيه انت كده، طب ما انت طبيعي انت لازم تقول له. لا وخلي بالك كمان في نفس الوقت يا حنان امهات انا هعمل لك الحاجه دي، يعني قصدي عشان انت مثلا تاكل او تشرب او تذاكر او تعمل هوم ورك بتاعك فهسيب لك الموبايل ساعه. لازم تحط له اوبشن. على فكره يا جماعه دي انا ضد ان الطفل اصلا يمسك الموبايل. فيها ايه لو مثلا الام او الاب صاحب طفله واللي هو ما ينفعش يمسك الموبايل خالص، مثلا يجي عند سن معين امسك في الموبايل، وبرده يكون في حدود. ما ينفعش اصلا طفل من اللي هو سن صغير يمسك الموبايل. انا ما ينفعش يا شيماء يبقى هو بيحب حاجه قوي واحرمه منها مره واحده. فعلا لازم واحده بالسياسه. ما هو انا هربيه من صغره اللي هو مش هيشوف الحاجه دي ومش هيحب الحاجه دي. انا ممكن اخليه يحب اللي هو مثلا يلعب كوره، يلعب سباحه، يلعب اي حاجه تانية اللي هي تفيده فيما بعد. انا عايزه اقول لك على حاجه، انت ما بتمسكيش الموبايل في البيت على فكره، الطفل بيتقلد من اسالبنا احنا. بالظبط، فانت غصب عنك هتمسكي الموبايل قدامه، هتسمعي اغاني، هتكلمي حد، فهو بيقلدك، هو بياخد منك ردود الافعال هي ويعملها. لازم في الاول تعمل كده، هتلاقيه بيستخدم الموبايل. لازم تقلل وقتها. ما هو انا بقى لو انا بعمل حاجه غلط هيكون بيقلدك. اضطر بصي، ما هو انا لو انا بعمل حاجه حتى الموبايل قدامه في وقت قليل زي ما حنان قالت. ما هو انا بقى لو انا بعمل حاجه شبه كده انا بقى احاول اقلل، احاول ما امسكوش قدامه كتير علشان هو ما يطلعش يعمل زيه. وفعلا الاطفال بتطلع بتبقى حابه اللي هي تكون شبه باباها، شبه مامتها في مثلا اسلوبهم، طريقتهم، كلامهم. فاحنا نحاول على قد ما نقدر اللي هو احنا مثلا لو احنا بنعمل حاجه وحشه اللي احنا مثلا نقللها قدام اطفالنا علشان هم الموبايل. بالظبط، مثلا نقعد نذاكر نقعد بمده اطول ونرجع نقول لهم ما تعملوش كذا. بالظبط، يعني مثلا نقعد معاهم ونذاكر لهم وبدل ما نسيبهم زي ما قالت، في رعايه على التليفونات وفي رقابه زي ما قالت وبرامج وبتنزل. مش هنذاكر بس في ممكن كورسات في الوقت دوت، حاجات يستفدوا منها حتى لو على الاقل ساعه في اليوم. في برامج تربويه على الموبايل حضرتك تقدري تخليه. لا مش عايزين دلوقتي الموبايل، مش حتى في الاجازه. وفي برضو كرتون، اطفال كلها بتحب الكرتون اللي هو لولو واللي هو توم وجيري واللي هو بكار وكده. فهو اكيد انا هسلي وقت ابني واللي هو فراغه باللي هي الحاجات اللطيفه الجميله دي، مش اللي هو السوشيال ميديا بقى واللي هو التيك توك وكده.
بالظبط. في يوتيوب كيدز، يعني في تطبيق اسمه يوتيوب كيدز، يعني في يوتيوب مخصص اصلا للاطفال غير بالزبط. اليوتيوب العادي. فانا اراقب ابني ما اخليش الابلكيشن دوت على الموبايل بتاعه، ابقى عارفه فيه ايه على الموبايل بتاعه. ايوه عندك حق، اتفق مع رايك بالظبط كده. ايه رايك يا شيماء؟ انا طبعا رايي من راي حضرتك، وطبعا دايما اولا وثالثا حافظوا على اولادكم وصاحبوهم وحاولوا تفرحوهم باي حاجه وخدوا بالكم منهم، علشان هم دول اللي هيبقوا اصلا، هم دول اللي هيبقوا سند ليكوا، وهم دول اللي يعني اللي انتوا هتشرفوا لازم. لا بعد لا هم كمان كده في مرحله التاسيس، لازم بالزبط. يكون التاسيس صح، لازم بالزبط. يكون في حدود لكل حاجه، لازم يكون في حدود لكل حاجه، لازم يكون في وقت معين لاستخدام الموبايل، لازم يكون في اماكن معينه ممنوع فيها الموبايل، وبالرضا عشان ده سن المراهقه اصلا، فطبيعي بقى حياته كلها متلخبطه. هو ده مش سن المراهقه، هو لسه ده سن هو ده سن التاسيس. فانت كل حاجه انت بتعمليها خدي بالك منها. تمام، لان احنا كمان عندنا في تاثير سلبي بيقع كبير، ممكن الولد يجي له كهرباء زياده، ممكن بالزبط. الولد يجي له توحد، ممكن الولد يتعب نفسيا، ممكن الطفل الصغير ده يتعرض يمسك شاحن الموبايل عشان الموبايل ما يفصلش منه فتحصل كارثه في البيت. فارجو عينيه ونظره ممكن يضعف جدا. ارجو المراقبه والتوعيه، ارجو المراقبه والتوعيه، واخد بالي في طفل كويس، واعمل حدود لاستخدام الموبايل، واصاحب اطفالي. ما ينفعش ان انا اوجه لهم المعلومه بالعنف او بالضرب او غصب عنهم، لازم يكون اطفالي يعني اصحاب ليا، اعلمهم حاجه مفيده، انزل برامج تربويه على الموبايل، وانزل انا كمان برامج تراقب موبايل ابني. للاسف وقت فقرتنا خلص، ولكن الكلام لسه ما خلص. دمتم في حفظ الله. في فقرة جديدة من برنامج شباب على الهوا. النهاردة هنتكلم عن الإدمان، بس خليني الأول نرحب بزملائي. أهلا بيك يا روان. مرحب بيك يا ملك. أهلا بيك يا روان. مرحب بيك يا ملك، وبرحب بروان، وبرحب بالسادة المشاهدين. النهاردة هنتكلم عن الإدمان، الإدمان بصفة عامة، أيا يكن إدمان مخدرات أو جيمز أو سوشيال ميديا وغيرها كتير. إدمان ملوش سن معين، بس بالعكس هو بيأثر على الشخص وبيأثر على المجتمع. بيأثر على الشخص في شكله، في صحته، في نفسيته، مع أهله، مع أصحابه، في شغله، في دراسته. عايزين بس نعرف الاسباب هنتناقش فيها. ايه الاسباب اللي ممكن توصلنا للادمان؟ الاسباب ان هو اصلا بيسيب عقله للادمان، هو خلاص حصل له موقف وحش، ادمن مره وبالنسبه له هو ايه وقت بسيط هو بقى مبسوط فيه. ده ادمان ايه بالظبط يعني؟ المخدرات. المخدرات. هو اصلا ده يعتبر يعني اخطر الانواع. تمام، وانت برضو قولي ايه السبب مثلا اللي بيوجهنا للادمان؟ الادمان اللي هو ممكن ضغوطات نفسيه، اللي هو مثلا مشاكل بتواجهه فبيتجه للمجال دوت ان هو ممكن يكون مبسوط فيه، بس ده عكس اللي هو بيحصل فيه حاجات كتير جدا اللي هو ممكن يكون بيؤدي لمشكلات كتير فعلا. تمام، انا معاكم جدا في الموضوع ده، ان فعلا الادمان ده، ادمان المخدرات بالذات، هو اخطر انواع الادمان، اللي هو ممكن يخلينا نعمل حاجات سلبيات كتيره جدا، وبيأثر كمان على المجتمع، اللي هو بيأثر عليه هو كشخصيا مع اهله زي ما قلنا، او مع اصحابه، او في شغله، او في الكلام ده. هو فعلا حاجه مش احسن حاجه. بس عندنا طبعا اسباب ادمان كتير. عندنا ادمان تاني ممكن ادمان الاكل مثلا، في حد بيحب الاكل جدا. فعلا في حد ممكن يحب الاكل جدا، وفي حد ممكن ياكل بشراهه فما بيعرفش، اللي هم الناس ما بتعرفش تعمل دايت، فبالنسبه لهم ان دوت الادمان ده حاجه وحشه جدا. ادمان السوشيال ميديا الادمان خطوره فظيعه على الاطفال، على مجتمع كامل. على مجتمع، او ممكن ادمان السوشيال ميديا. اللي احنا دلوقتي ما بقيناش نقدر نسيب الموبايل، بقينا مدمنين السوشيال ميديا. احنا من غير انترنت بقينا نحس ان احنا في كوكب تاني. بسبب ايه؟ بسبب ان احنا ادمنا السوشيال ميديا، وما بقيناش نقدر نعمل اي حاجه في حياتنا الا بالموبايل. هو فعلا الادمان السوشيال ميديا وحش جدا، هو ادمان كمان على الاسره، على المجتمع، ان هو دايما ماسك الموبايل. وممكن السوشيال ميديا دي اصلا بتؤدي لسلبيات كتيره جدا، احنا ممكن نتناقض حد او كده يعني. ولا انتوا ايه رايكم؟ لا، هو احنا بالنسبه لي السوشيال ميديا برضو ايه ادمان خطير، عشان انا ممكن اتعرف على شخص واتعلق بيه وانا ما شفتوش، اللي بيني وبينه مجرد شاشه. تمام، هو ممكن حاجه زي دي برضو. بس طب ايه اللي خلينا مثلا ان احنا نتراجع عن اللي احنا فيه، نتراجع عن الادمان ده؟ او ايه الحاجه اللي ممكن تخلينا نهدى منه شويه او ما ندمنش شيء؟ ان احنا اصلا ان احنا نحط برامج ان هي تهدف، النت ذات نفسه اصلا ما بقاش فيه حاجات هادفه.
تمام. فعلا بتفق مع روان في الكلام، اللي هو اصلا احنا ممكن نحط وقت معين ان احنا نمسك فيه الموبايل، ان احنا نشوف الحاجات المهمه، بس يبقى فيه رقابه اصلا، لان حتى الموبايل بقى يسحب كتير من وقتنا وبقى يشددنا لحاجات تانية احنا ما كناش في غنى عنها اصلا. فلو احنا لازما نكون محددين وقت لمسك الموبايل. بص انا من وجهه نظري كملك، اللي هو المفروض يكون عندنا اراده، احنا لو عندنا اراده اي شيء في الدنيا ممكن نعمله كنترول. يعني انا دلوقتي عندي اراده ان انا ما اتكلمش مع الشخص ده كتير، فممكن اتراجع. عندي اراده ان انا ما ادمنش المخدرات، ودي اصلا زي ما قلنا ان هي نوع خطير جدا جدا من الادمان، اللي هو ممكن بيسبب الوفاه اصلا. دلوقتي اصلا بيؤدي الجرائم كتير، نص الجرائم اللي بتحصل في المجتمع بسبب ادمان. انا عندي مشكله في البيت، اتخانقت، مصاريف، بدمن، بيجي لي حاله ان انا خلاص انا الشخص اللي قدامي انا مش شايفه. او بعد ما بيأدمن، بعد ما الشخص بيأدمن بيؤدي الى جرائم كتير في حق الدوله، بيرتكب جرائم كتير جدا، ان هو كمان مش بيأذي نفسه بس، هو بيأذي كل الاشخاص اللي بتبقى محيطه بيه، مثل مثلا جيرانه، هو بيأذي جيرانه لانه هو ما بيبقاش في وعيه، فممكن يأذي اي حاجه، يأذي اي جار من جيرانه، وهو اصلا مش واعي. هو بعيدا عن ان هو كمان بيأذي جيرانه، هو كشخص بيأذي نفسه فعلا. يعني هو بيأذي نفسه جسديا ونفسيا، يعني هو في الحالتين هو بيأذي نفسه جامد جدا. هو ساب نفسه خلاص اصلا. هو فعلا كده ساب نفسه حتى للإدمان. الفتره دي البطاله خلاص هي زادت بسبب ايه؟ ان انا شخص انا بدمن، انا سبت شغلي، انا كل حياتي بقت ادمان ان انا بشرب بس. اللي هو بيكرس حياته ان انا للشيء ده بس، اللي هو ما عندوش كنترول، اللي انا للشيء دوت انا هوقفه شويه او هتراجع عنه شويه. وبرضه عايزين برضه نتكلم عن الادمان، اللي هم الناس اللي بتلعب ببجي وبتلعب بالحاجات دي برضه. اللي هو بقت بصيغه عامه دلوقتي بقت عاليه جدا، كله بقى يمسك الموبايل بيلعبها، اللي هو بقاش اصلا لو مامته بتندى عليه ثواني هخلص الجيم، ثواني ما اعرفش ايه، لا احنا ممكن نعمل كنترول على نفسنا في الحته دي. لازم ندي وعي، لازم ندي وعي للام ذات نفسها انها تطلع الطفل من صغره سوي نفسيا، فاهم ايه اللي بيحصل وايه اللي كل حاجه حواليه عامه. بص هو انا معاكم جدا في موضوع زي دوت، بس هو برضه نرجع للموضوع الادمان دوت، هو من الاب، من الام، من الاسره، من البيئه اللي هو طالع منها. هو لو هو طالع في بيئه كويسه عمره ما هيعرف، عمره ما هيتجه للحاجات دي. لو ام مثلا او الاب مهتمين بالشخص دوت هو مش هيطلع كده. او هو مثلا بيبقى عنده، يعني في كتير قوي بيلجأوا لادمان المخدرات كعندهم عقيده كده ان هو هيطلعني من المود، هيرفع عني، بس دي حاجه طبعا لا. هو احنا كلنا اصلا بنعدي بمشاكل، بنعدي بازمات ومشاكل نفسيه وضغوطات ومصاريف وكده، بس مش اللي هو نتجه ان احنا نبقى مدمنين، اللي هو نتجه للادمان. هنا نقدر ان احنا نعمل دعم نفسي، هو يعمل دعم نفسه لنفسه. اصلا الدعم الوحيد للانسان هو نفسه. بس هو الضعيف، الانسان الضعيف هو اللي بيلجا لادمان المخدرات، لان هو شايف ان هو كده هيطلع من المود او هيطلع من المشاكل اللي هو فيها. لا ده انسان ضعيف، وانسان كمان بيهرب من مسؤولياته. بالظبط. انا عندي مسؤوليات انا ههرب منها علشان هشرب مخدرات، فخلاص انا كده بقيت فن، بقيت كويس. طبعا دي حاجات مش صح اصلا ان هو يعمل حاجه زي ديت. احنا هنا اصلا ممكن نقدر ان احنا ايه، مثلا الشخص ابتدى يعمل يشرب مخدرات او ان هو يدمن جيمز، الناس اللي جنبه تكلمه، صاحبه القريب منه، ان هو اهم حاجه. كمان ايه، في ناس بتدمن الاكل بشكل فظيع بصراحه، اللي هو انا البنات اللي بتدمن الاشخاص، اللي هي مثلا بتكلم شخص او بتكلم حد فهي بتبقى بتدمنه، اللي هو لو قال لي هقتل اقتلي نفسك. وانا عندي اعتراض صغير قوي في موضوع ان البنت او الولد يدمن، لا هو ما فيش حد بيدمن حد على فكره، ممكن تعمل موف اون عادي ورجعت طبيعيه. فانا لا موضوع لا لا. ان شخص يدمن شخص ده مش حقيقي، او بالنسبه لي انا مش حقيقي. طب على فكره في جرح في الانسان ذات نفسه. وعلى فكره لا انا بقول كده لان انا عندي واقعه حصلت بكده، لان في جريمه اللي هي اتفقت مع اللي هي مرتبطه بيه او اللي هي بتكلمه ان هي تقتل والدها. يعني ده بالنسبه لي دي مريضه نفسيا، ده يعني ادمان. ايه ده؟ بص في مرض النفس بقى دي، لا دي عايزه تتعالج، ان هي تعمل حاجه زي كده دي عايزه تتعالج. لا اصل بابايا مش موافق عليه، فقلنا نستريح. ايه بابايا مش موافق عليه؟ يعني انت تخسري باباكي علشان شخص ازاي؟ بس دي نسبه قليله قوي في المجتمع. المجتمع مش كله كده. ان هي البنت او الولد يدمنوا الشيء دوت فده حاجه غلط، ان مفيش حد بيدمن، مفيش شخص بيدمن شخص. ممكن يبقى عنده زياده تعلق بس ان هو مش درجه الادمان، يعني مش درجه اللي انا ادمنه، لان هو ممكن ما يكونش بعدين تفكيري هيتغير، اللي هو مش الشخص ده مش مناسب ليا، مش عايزاه.
فانا عندي موضوع الادمان اللي انا ادمن شخص ده لا. وبرده يا ملك عايزين نتكلم على الموضوع بتاع السمنه اللي هو الادمان الاكل بيؤدي ايه لايه وايه اعراضه وايه اسبابه، فلو احنا ممكن نعمل ماشي كنترول. ما انا زعلت خلاص، انا جبت اكل حسن لي نفسيتي فتره، الفتره اللي بعدها انا بتعب تاني فبرجع ان انا ادمن نفس الاكل تاني. ولان دلوقتي الادمان برضو مش ادمان اللي هو مثلا هتبقي هتتخاني او كده، الاكل دلوقتي بقى فيه حاجات كتير اللي هو بتدمن اكل من بره، فالاكل ده بيسبب لها ازمات صحيه كتير. بس هو المفروض الواحد يكون عنده اراده في حياته علشان يقدر يعمل كنترول على نفسه ويعمل دعم نفسي لنفسه، يعني هو لازم يكون عنده والناس اللي حواليه تعملوا دعم نفسي. يعني انا واحده حواليا، انا بس مش عايزه ان انا ان هو ارمي شماعتي على الناس اللي حواليا، او ان انا اخلي الناس اللي حواليا هم اللي يديني الدعم نفسي، انا اكون داعم ليا، انا اكون الدعم الشخصي ليا. وفي الوقت ده ان هو ما يقدرش ان هو يدعم نفسه ولا اللي جنبه يقدروا يدعموه ان هو يتوجه لاي دكتور نفسي. وللاسف وقت حلقتنا خلص ووقت فقرتنا خلص، ونشوفكم في فقره جديده من البرنامج. قبل الفقره ما تخلص انا عايزه بس اوجه رساله او اوجه نصيحه، ان لازم يكون عندنا اراده، الاراده لو عندنا خلاص ممكن نقدر نعمل كنترول. شكرا. شكرا. بكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل بفقره جديده بعنوان سن المراهقه. خلوني الاول ارحب، ازيك يا انجي؟ وازيك يا ملك؟ اهلا بك يا رحمه، اهلا بك يا ملك، واهلا بكل اعزائي المشاهدين. اهلا بك يا انجي، واهلا بك يا رحمه، واهلا باعزائي المشاهدين. موضوع فقرتنا النهارده بيتكلم عن سن المراهقه، موضوع موجود في كل بيت وكل اسره بتمر بيه. خلونا بس نتكلم في نقطه معينه، سن المراهقه بيكون دايما الطفل شايف ان هو خلاص كبر بالشكل الكافي اللي مش حابب ان هو يكون الاب او الام يعني يدوا فيه راي عنه، هو حابب ان هو يتصرف دايما لوحده. ايه رايك انجي في الكلام ده؟ بصي هو طبعا ده موضوع مهم جدا، بس لازم الاب والام يكون في فرصه للمجال ان هم يسمعوه. يعني بعض الاطفال ممكن تكون كلامهم منطقي، كلامهم صح، بس لازم يكون ما ادوهوش اوامر، يعني لا انت لازم تعمل كده، انت لازم تعمل كده، لا لازم ان انا اسمعه واخد رايه وافهم وجهه نظره من الموضوع كويس جدا. بالظبط كده، وان احنا نديله مساحه ان هو يقول رايه ويقول وجهه نظره، ونقول له ايه الغلط وايه الصح، ونقول له وجهه نظرنا ونعرفه ايه الصح اللي فيها، ونمشيه ان هي الغلط هيحصل له ايه والصح هيحصل له ايه. بالظبط، بتفق معاكوا طبعا جدا، لازم يكون في مساحه بين الاب ان الاب والام للطفل المراهق سواء كان ولد او بنت، ان هم يبتدوا يعرفوا وجهه نظر الطفل ده ايه، يعرفوا رايه هو حابب يعمل ده بناء على ايه، وايا كان الراي اللي هيمشي، بس لازم يكون في اقناع بعيدا عن الصراعات وكل المشاكل اللي بندخل فيها دي. طبعا في سن المراهقه ده بيكون تكوين الشخصيه بتبدا من السن ده لبقيه الحياه. انا شايفه ان ثقه الطفل بنفسه بتبدا في سن المراهقه، وطبعا عامل اساسي بيكون من الاب والام في الفتره دي. ايه رايك يا انجي؟ بصي هو الاب والام طبعا دورهم كبير في الموضوع ده، ولكن الطفل لازم يكون عنده ثقه بنفسه من الاب والام، لان الاحتواء بتاع الاب والام لازم يكون اساسي. يعني لو هو ما لقاش احتواء من الاب والام هيدور على الاحتواء ده بره. ولازم نبني ثقته بنفسه، يعني مثلا لو هو جاب درجه وحشه وصاحبه جاب درجه كويسه، ما ينفعش نقول له انت فاشل، انت جبت درجه وحشه، انت مش شاطر، ده طبعا غلط وهيخليه يشوف ان هو قليل او ثقته في نفسه قليله، فده انا بعارض فيه جدا. يعني طبعا انا بتفق معاكي جدا، المقارنه دايما بتكون مش عامل تحفيزي خالص للطفل او للبنت كمان، هي المقارنه دايما سواء بزمايله في الدراسه او ابن خالته او ابن عمته، كل الحاجات دي بتبتدي ان هي تهد شخصيه الطفل مش بتبني شخصيته. ايه رايك يا ملك؟ بالظبط كده، انا معاكي، وزي ما انجي قالت ان احنا ما نقارنش ما بين الاخ واخوه، ان ما نقارنش الطفل المراهق باخوه الكبير، ان هو كل واحد ليه مرحله معينه، ان هو كل سن ليه حاجه معينه، وان احنا لازم ما نقارنش ما بينهم لان كل واحد ليه حاجه معينه زي ما قلت. بالظبط، طبعا فتره المراهقه عندنا مرتبطه دايما بالحب او الحب الاولاني او حب المراهقه، يعني ابن الجيران او صديقها في المدرسه او في الدرس او حاجه زي كده،
ومن الاخطاء الشائعه اللي بتقع فيها بعض الامهات ان هي اول ما بتعرف حاجه زي كده بتبتدي ان هي تدخل في صراعات، في مشاكل، في خناقات مع الطفل او الطفله. نتعامل ازاي مع النقطه دي وازاي ندي التوعيه او ندي النصيحه للابنه المراهقه في الفتره دي؟ انجي، بصي انا بشوف ان الام لازم تكون مستعده للموقف ده، يعني بعد سنه 2 3 10 هي لازم تكون مستعده ان الموقف ده هيجي، يعني هيجي. تقدم نصيحه لبنتها ان هي تقول لها انت لسه صغيره على الكلام ده، ما ينفعش دلوقتي، يعني لما تكبري شويه. يعني هي برضو اكيد الطفله في السن ده شافت حد من بره بيعمل كده، يعني لازم الام تكون عندها فكره برضو عن الاصحاب، يعني ما تخليهاش تمشي مع شخص كويس بس مش معنى كده ان هي تبقى حاسه ان هي خانقاها. بالظبط كده، والام لازم تدي مساحه ما بينها وما بين بنتها كصداقه، انها تحكي لها اللي هي اللي حصل لها في يومها ومشاكلها وقابلت مين واتكلمت ازاي، ان هي لازم تسمعها وتقول لها وجهة نظرها وما تدهاش الاوامر اللي هي دايركت كده، انها تقول لها الكلام بشكل مبسط، انها تفهمها ايه الصح واللي هيتبني عليه وايه الغلط اللي هي لو عملته وازاي هيحصل لها ايه. انا بتفق طبعا معاك، وجدا لازم يكون في علاقة صداقة قوية جدا بين الام وبنتها عشان نقدر نعرف ونوعي الطفل في السن ده. طيب بس ده كمان ما يمنعش ان احنا لازم نحط حدود ونحط توجيهات في حاجات كده ما فيش فيها نقاش، يعني لازم ان انا هديله اوامر نهيه ممنوع فيها النقاش. زي ايه؟ مش معنى ان انت مثلا كبرت ان انت تقدر تعمل كل حاجه او كل حاجه مباحه ليك. ازاي ابتدي ان انا افرض رايي على الطفل في المرحله دي، وايه الحاجات اللي ممنوع ان احنا نتكلم فيها؟ بصي يا رحمه، انا الموضوع ده لازم يكون في راي للطفل، يعني هو صغير سن ولكن عقله بيكون ناضج كفايه اللي هو يعرف يتصرف، يعرف ياخد قرار. يعني الاب والام ليهم دور طبعا، ما ينفعش الطفل يتصرف من دماغه لوحده، ولكن لازم نسمع وجهة نظره. ما ينفعش انت هتعمل ده وانت مش هتعمل ده، هو طبعا ليه وجهة نظر لازم نحترمها ولازم نفهمها كويس. بصي، هو انا بتفق معاكي في نقطة ان هو اكيد ليه وجهة نظر ولازم نفهم ده، بس هو ما بيكونش ليه الوعي الكافي، هو ما يقدرش ان هو ياخد اي تصرفات او ياخد اي قرارات في اي تصرف. لازم ان الاب والام يبتدوا ان هم يقولوا له نتيجه قراره ده هتكون ايه. هو ما بيكونش ناضج النضج الكافي، لا بالعكس، هو يعتبر لسه بالنسبه لهم والطبيعي ان هو يفضل لسه طفل، هو لسه ما كبرش بالشكل الكافي اللي يخليه يقدر يتصرف. ايه رايك يا ملا؟ بالظبط كده، ان احنا لازم نحط توجيهات، وان هو مثلا للبنت انها مثلا ما تقفش مع اولاد في الشارع لوحدها او كده، ولازم يكون في حدود ما بينها، ما بين الكلام والافعال ما بين الولاد، والولد مثلا ما يكونش ليه مباح كل حاجه ان هو يعملها علشان هو كبر بس. بتفق معاكي جدا. طبعا بنواجه مشكله كبيره جدا، ودي موجوده في كل البيوت، ان الطفل اللي في سن المراهقه بيبتدي دايما يقارن بينه وبين اخوه اللي اكبر منه مثلا ب 10 او 15 سنه. يعني اشمعنى اخويا بينزل مع صحابه، اشمعنى اخويا بيعمل كذا، اشمعنى بتسيبه اخويا اكتر لوحده. ازاي نمنع فكره المقارنه دي من غير ما نقلل من الطفل ونحسسه ان احنا متحيزين اكتر للاخ الكبير؟ في الحاله دي احنا بنضطر ان احنا نقعد مع الطفل الاول، ولكن بنتكلم معاه بشكل عادي، يعني بلاش عنف، بلاش ضغط عليه تحس ان هو مضغوط، بنتكلم معاه بشكل عادي جدا، بنفهمه يعني مش هنقارن طفل 11 سنه باخوه اللي عنده 20 سنه، يعني كل مرحله وليها سن معين وليها تصرفات غير المرحله اللي بعدها، يعني لازم يكون في حدود، يعني الطفل لازم ما نقللش منه نهائيا، ولكن بنفهمه بالراحه جدا، يعني ما فيش اي عنف في الموضوع. بالظبط كده، يعني ما نقولوش بص اخوك الكبير عمل ايه والكلام ده، احنا لازم نقول له الموضوع بشكل مبسط، ان اخوك ليه في سن معين ليه حاجات مناسبه ليه وانت ليه حاجات مناسبه ليك، وكمان من غير ما نهز ثقته في نفسه ونقلل منه، نفهمه بالراحه ونعزز ثقته في نفسه بالعكس. يعني بالظبط، كلمه انت مالكش دعوه باخوك الكبير وما تتدخلش في حاجه ما تخصكش، دي طبعا بتبني في شخصيه الطفل حاجه غلط، هو ما بيبقاش فاهم طب ليه، انا عايز افهم ايه الفكره. لا، احنا نقعد مع الطفل ونفهمه ان ده سن، وانت اكيد لما توصل للسن ده هتقدر ان انت تعمل زي اخوك، بس انت لسه في سن صغير. تمام. طيب في سن المراهقه بعض اولياء الامور الاباء والامهات بيكونوا مش مدركين فكره ان خلاص الطفل ده كبر شويه فمحتاج وقت من الخصوصيه، او محتاج ان هو حياته تبقى خاصه بيه شويه. ازاي نبدا نوعي الاهالي ان هم يدوا مساحه او يدوا خصوصيه اكتر للطفل المراهق؟ بصي، هو لازم الطفل يكون عنده مساحه شخصيه، يعني لو هو مثلا بينام على سرير مع حد مش هقول لك يكون ليه اوضه لوحده، ولكن بيكون ليه سرير خاص بيه. لازم برضو الاب والام يدوا له مساحه ان هو يعرف يتكلم في الموبايل مع اصحابه، لكن برضو بشوف ان معظم الناس في الوقت ده ممكن تستغل ثقه اهلهم غلط، يعني يروحوا في طريق تاني ويفهموا اهلهم ان هم كده تمام، ده طبعا غلط جدا.
بالظبط كده، وان كمان البنت ده في السن ده بالذات لازم يكون لها حاجات خاصه بيها، وكمان يسيبوا لاولادهم انهم مثلا يتكلموا مع اصحابهم في التليفون، يديهم مساحه خصوصيه شويه، لان الولد كده اللي هو في سن المراهقه بدا يبقى ليه خصوصيات شويه، ان هو خلاص كبر وشويه وكده، لازم يديله مساحه لنفسه ومساحه يكلم اصحابه واللي حواليه. بصي يعني انا بتفق معاكي جدا طبعا، المفروض يكون في خصوصيه، والمفروض ان الطفل يعرف يكلم اصدقائه او ان هو يقعد لوحده او كل الحاجات دي، بس ده ما يمنعش ان لازم الاب والام في الفتره دي بالذات يكون في مراقبه، ومراقبه كبيره جدا على الطفل، لان هو معرض ان هو يعمل اي حاجه احنا مش عارفين نوصل لها. تمام. بصي انا بتفق معاكي طبعا في الكلام ده، ولكن في بعض الاهل بتقول ده ولد يعمل اللي هو عايزه، دي بنت ما ينفعش. لا، هي التربيه تربيه سواء للولد او للبنت، فهو لازم يكون في مراقبه عليهم هما الاثنين، بس بيكون في زي مثلا انا بتفق معاكي جدا فعلا. انتوا نورتونا جدا النهارده، هنطلع فاصل وانتظرونا، الحلقه لسه ما خلصتش، انتظرونا في فقره جديده من برنامج شباب على الهواء. صباح الخير واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج شباب على الهواء. موضوعنا النهارده عن التفرقه بين الولد والبنت، بس قبل ما نبدا باي حاجه خلينا نرحب بزميلاتي فرحه وفرح. اهلا بك يا جمانه. برحب بك يا فرحه. اهلا بك يا جمانه. اهلا بك يا فرح. طبعا كلنا عارفين ان احنا عايشين في مجتمع شرقي، والمجتمعات الشرقيه بتفضل الولد عن البنت، بس في اسر ما بتمشيش بالمبدا ده خالص، بتتعامل بتوازن، البنت تتعامل انها بنت والولد يتعامل ان هو ولد، وفي توازن في الموضوع. من وجهه نظرك يا فرح، شايفه التفرقه في المعامله في الاسر المصريه ازاي؟ هو اكيد لحد دلوقتي في ناس بتتعامل ان البنت ان الولد والبنت في ناس لحد دلوقتي بتتعامل ان الولد ليه معامله معينه والبنت ليها معامله معينه، وماشيين بمبدا ان تحت جمله انت ولد وهي بنت، مش معنى ان هو ولد ان هو ليه حاجات يعملها والبنت ليها حاجات تعملها. احنا بنتكلم في ان الغلط غلط على الولد وغلط على البنت، والحرام حرام على الولد وحرام على البنت. ومفيش حاجه اسمها ان الولد ليه حاجات يعملها والبنت ليها حاجات تعملها، الاثنين يوم نفس الحاجه، زي ما هو بيدرس وبيشتغل البنت برده بتدرس وبتشتغل، نفس الغلط على دي نفس الغلط على ده، الاثنين ليهم نفس الحاجه. وزمان اصلا يعني بعض الاباء اصلا بيبقوا رافضين فكره وجود البنت اساسا، ان هم بيبقوا مفضلين ان الولد ده كل حاجه بقى، وان ان هو يفرض سيطرته على اخته او يفرض سيطرته على البنت. لا، مفيش حاجه اسمها كده، وده اكيد بيأثر على البنت وبيأثر على الولد جدا. من وجهه نظركم شايفين التاثير بيكون سلبي ازاي؟ هو التأثير طبعا بيخلق غيرة عند البنت، وبيخلق عندها نقص، او ان هي تشوف ان اهلها بيحبوا الولد اكتر منها، وبتكون شايفة ان الولد فارض سيطرته عليها والاهل هي السبب في ده. واكيد ده بيعمل للبنت مشاكل نفسية كتير وبيخليها عندها عدم ثقة في نفسها كتير، وضعف شخصية كمان، يعني بيخلي البنت عندها ضعف شخصية، مش عارفة تاخد حريتها ومش عارفة تاخد حقها، حتى بعدين يعني لما الاسرة ذات نفسها هي اللي مش عارفة تخليها تبقى عندها قوة شخصية، هي بعد كده مع الناس بره برضو مش هتعرف ان هي تفرض شخصيتها، لو حد زعلها او حد جيج عليها مش هتعرف تاخد حقها. واكيد ده بيأثر في اختياراتها قدام، بيأثر في اختيارها لزوجها كمان، بيأثر انها ممكن تختار زوج ايا كان هو وضعه ازاي لمجرد انها تخرج من السجن اللي هي فيه. وكمان في بعض الاهالي بتخلي ان الولد ده يفرض سيطرته على البنت داخل البيت، اللي هي مثلا البنت تعمل لاخوها الاكل، تنظف له، تعمل له، فهو بيشوف ان هو الراجل، وان علشان هي بنت هي تعمل له كل الحاجات اللي هو يطلبها منها وبالاجبار. يعني انا ممكن اخويا يجي يقول لي مثلا بالحب بينا ممكن تعملي لي حاجه، انا هعملها له لان هو اخويا. بالظبط كده. وساعات كمان بعض الاسر بيبقوا عشان مفضلين قوي الابن على اخته، لو حد لو عرف ان هو عنده زميله بنت او ان هو مرتبط او اي حاجه من الحاجات دي، بان هو بيبقوا معاه بقى وعادي محدش بيكلمه. لكن لو البنوته هي اللي بتلاقي بقى حد عندها مثلا زميل ولد او حاجه، بالعكس بيبقوا شداد قوي عليها. طب زي ما انتوا خايفين على بنتكم، يعني هو ده في الاول وفي الاخر هو ده سوء تربيه من الاهل وجهل من الاهل، ان هم بيحللوا حاجات على الولد وبيحرموها على البنت. الاثنين ليهم نفس الحاجات. انا متفقه جدا ان الولد ليه حاجات معينه ممكن يعملها والبنت لها حاجات معينه ممكن تعملها، بس في الاول وفي الاخر ان الغلط غلط على الاثنين، بس لازم يكون في توازن في المعامله، ايا كان بتعامل مع بنت او ولد لازم يكون في توازن في المعامله حتى في الاسره، وده بيأثر اكيد سلبي. ايه تاثير ده على المدى البعيد؟ ان البنت مش هيبقى عندها ثقه في نفسها كافيه، وان بعد كده اما تيجي تختار شريك حياتها هتبقى برده حاسه ان هو فريد سيطرته عليها.
والتأثير السلبي بيبقى أكتر على البنوتة زي ما احنا قلنا، ما بتعرفش تاخد حقها، بيبقى ضعف عندها في شخصيتها. زي ما قال الدكتور الطبيب النفسي مينا جورج، قال إن البنوتة بيكون عندها عنف وقهر من المجتمع المصري بسبب إن هو ما بيديهاش حقها في المجتمع. وكمان كان في حاجة زمان اسمها وقد البنات. وقت البنات ده كان بيدمر النفسيه، ان البنت اصلا تحس انها مرفوضه من عيلتها، ده بيأثر عليها جدا طبعا، وبيأثر على ثقتها بنفسها، بتحس انها ما عندهاش قبول حتى للعالم الخارجي، بتحس انها مش قادره انها تواجه العالم كله لانها اهلها نفسهم رفضوها، فده بيقلل ثقتها بنفسها جدا. بس برضو دلوقتي بقى في بعض العائلات عندها الوعي الكافي ان هي تساوي بين اولادها، وبيعاملوا ان البنت بنت والولد ولد، وبيدوم الاثنين حريتهم كامله. في حاجات بيدوها للولد معينه وحاجات للبنت، بس الاثنين الاهل مساويه بينهم. في بعض الاهالي دلوقتي مش مساويين بين الاثنين، وبيتعاملوا بعادات وتقاليد زمان، وان البنت مش هينفع مثلا تخرج، او البنت ما ينفعش تشتغل، او ما ينفعش تسافر تدرس او كده. في بعض العائلات متقبله ده بالظبط، زي ما بيخلوا ان الولد ممكن انه يتاخر بالليل، طب ليه برده ما اسمحش ان البنت تتاخر بالليل؟ اه خايفه عليها مثلا، ماشي ممكن يكون حد معاها هيوصلها عادي، بس عادي لو اتاخرت لي بالليل، مش زي ان انا اسمح لابني انه يتاخر لحد الساعه 3 و4 الفجر. طب ما انا بنتي ممكن اخلي برضو حد يروح يجيبها لو هي في سهره مع اصحابها عادي، ده هو ليه احطي فيه برضو اللي هو الولد ليه اوقات معينه ان هو يرجع فيها والبنت ملهاش انها ترجع نفس الاوقات. وبرضو احب اضيف نقطه للفرحه لما قالت ان الاهل لو الولد مرتبط او ليه زميله او حاجه الاهل بيحرموها على البنت. هو ده طبعا حرام، بس الحرام حرام على الولد وحرام على البنت. وزي ما الاهل بتخاف على بناتها ان هي مثلا ما يكونش عندها زميل او ما يكونش في ارتباط في حياتها، تخاف على بنات الناس. بس احنا لازم نفهم ان كل حاجه لازم نعمل فيها توازن، للتوازن للبنت او التوازن للولد، حتى في التربيه او التعامل معاهم اساسا. التعامل ان انا بعامل ان دي بنت اتعامل معاها على اساس انها بنت، والولد اتعامل معاه على اساس ان هو ولد، مش عشان خاطر هي بنت ان انا اقهرها او ان انا احسسها ان هي قليله. كل حاجه في الحياه ليها توازن وليها اسس لازم نمشي بيها. احنا بقينا اصلا بقينا دوله متقدمه ان احنا بنعرف ازاي نتعامل مع البنت ومع الولد، وان احنا ازاي نفرق، يعني ازاي ان احنا ندي برضو ده حريته ودي حريتها، ما نخليش ان برضو ان الولد هو اللي يجي عليها او يجي على اخته، لا بالعكس نخلي الاثنين ليهم نفس الحريه وليهم نفس كل حاجه في التربيه. حتى المجتمع المصري عنده نقص ثقافه شويه، ان بيبقى جاي مع الرجل اكتر، ان هو اي حاجه البنت بتعملها يفضل يقول لك ده عيب وده حرام. طب ما الحرام على الاثنين، يعني ليه بفضل ما بقولش برضو عن الراجل ان هو حرام؟ يعني الحرام على الاثنين. كل حاجه في الكون ليها معايير واسس لازم نمشي بيها، ولو طبقنا التوازن حتى في التربيه او التعامل مع اولادنا هنطلع اشخاص اسوياء نفسيا. وبكده تكون خلصت حلقتنا، استنونا في حلقات قادمه ان شاء الله في برنامج شباب على الهواء.